والله انا قلت لهم انتوا السبب كجمهور، يعني انتوا لو بتدعموا الاصوات الكويسه والمواهب اللي بجد انا ما كنتش هعتزل، وناس كتير جدا قاعدين في بيوتها كان زمانهم دلوقتي مسموعين ونجوم، وما كانش زمان لكبني المرجحه بتعمل اعلى نسبه مشاهده وزيها كتير كتير. احنا للاسف زي ما دايما بقولها بنعمل اللي ما يسواش سعر، فدي المشكله. فاتمنى اتمنى ان اكون سبب ويحصل تغيير. شفت ان الجمهور عايز كده للاسف، بيهزر وبيقلش وبيشتم وبيهزق وبيشير ويتريق، بس في النهايه المكسب عائد على اللي بيعمل الشغل ده. هي هو اسمه دعايه سلبيه، هم عارفين هم بيعملوا ايه، يعني هم ما فيش حد عبيط ولا حد غبي، لا لا لا، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، دي اسمها دعايه سلبيه، بيعرفوا يستغلوا الشعب كويس وطريقه تفكير الشعب في الفتره الحاليه.